استاذ احمد مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت. معانا حضرتك؟ اهلا وسهلا قوي اهلا بحضرتك، وسهلا بشكر بحضرتك يا عليك فندم. وعلى مشاهدينك. ربنا وخليني متفضل. الاول ابتدي اقول لك كل سنه وحضرتك طيب، والشعب المصري والمسلمين كلهم طيبين وحضرتك طيب ذكرى وبخير. مولد رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. كل سنه وكل وبرضه الامه هاخد الاسلاميه بخير كلمه وبصحه وسلام. بمناسبه ان احنا في المولد النبوي صلى الله عليه وسلم قال في حديث شريف: لعن الله قوما ضاع الحق بينهم. تمام، فانا هبتدي كلامي من هنا. اتفضل. احنا نادي ميجا سبورت الاول في المنصوره، نادي درجه ثالثه عايز بينافس للصعود للممتاز بقاله 3 سنين، وطبعا الحمد لله احنا بنطلع الاول على المجموعه كل مره، بنلعب دوره ترقي ظالمه، يعني خلينا نقول ان احنا مره نقف على جون، مره نقف على واقع التلاعب كانت شهيره وقدمنا بيها قوه وتحققت فيها ومعايا صوره التحقيقات والناس اثبتت ان في فلوس اتدفعت وكلام زي كده، وكله بينام زي العاده في مصر. لكن مش دي القضيه. القضيه ان انا يعني انا معلش ما كنت فاهم بلاقي من الاول، بس كان في جزء كان بدايه مع الاستاذ سماح عمار. الاستاذ سماح عمار عملت معايا مداخله بشان ان انا كنت معترض على اكتر من حاجه، ومش انا لوحدي، ده انديه كتير جدا، بس ممكن الناس ما عندهاش فرصه ان هي تعبر عن الاعتراض ده. احنا اللجنه اللي موجوده، اللجنه الخماسيه لاداره الاتحاد في التوقيت الحالي، لما جت احنا لائحه النظام الاساسي اللي بتحكمنا والقانون الرياضه اللي صدر وصدق عليه السيد الرئيس وكل حاجه، ما فيش فيها حاجه اسمها ان تيجي لجنه بالتعيين. لما حصل استقاله مجلس اداره الاتحاد بالكامل، المفروض ان كان يدير الاتحاد المدير التنفيذي. لو المدير التنفيذي مش موجود، نائب المدير التنفيذي وده موجود. احنا فوجئنا بالجزء بتاع اللجنه لما بدانا نبحث ايه موضوع اللجنه او ازاي نتعين لجنه واحنا قانوننا ما بيقولش كده، ولا قانون الرياضه ولا لائحه النظام الاساسي بتاعتنا بتقول كده. فوجئنا ان اللجنه دي اسمها لجنه التطبيع، جايه حتى مكتوب كده في الايميل بتاع الفيفا بتاعها ان دي لجنه الفرصه الاخيره، وان نظرا لان احنا وصلنا لمرحله من الفساد الرياضي ما ينفعش معاه ان احنا ندير الكره بنفسنا، فالفيفا حطتنا تحت الوصايه. اللي بنفس وضع مصر 11 دوله على مستوى العالم، بقينا احنا الدوله ال 12. فاحنا اطلقنا جرس انذار، مش عشان اللجنه، مع احترامنا طبعا لكامل اشخاصها او مين بيدير القضيه، مش مين بيدير القضيه، ان احنا قلنا يا جماعه في سبوت هنا في مشكله كبيره جدا. عيب ان مصر تبقى منظمه اكبر بطوله في افريقيا واقوى بطوله وبالتنظيم الرائع ده وفي المده القصيره دي كلها وبالنجاح اللي احنا فيه ده، ونتحط تحت الوصايه من الفيفا، ويتقال ان احنا دوله مش قادرين ندير الرياضه، او وصلنا لمرحله نهدد فيها بتجميد النشاط الرياضي في مصر. ده كلام الفيفا مش كلام انا، واللي عنده كلام عكس الكلام دوت اهلا وسهلا بيجي وريني. انا الكلام اللي بقوله لحضرتك انا كلام مسؤول عنه، لان انا باعت للفيفا ايميل رسمي وردت عليه بايميل رسمي ان اللجنه دي ظروفها كذا 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 كذا، وان اللجنه دي معينه لجنه تسيير اعمال يوميه للاتحاد، ومن ضمن مهامها مكلفه باربع مهام محدده بينتهوا باجراء الانتخابات. يا استاذ احمد، حضرتك الكلام ده هو اللي حضرتك اتحولت للتحقيق بسببه، او تم عقاب حضرتك بسبب الكلام ده؟ لا، ده انا هقول لحضرتك الاكثر. اتفضل. احنا قلنا يا جماعه دي مشكله، انا قلت الكلام ده في نقابه النيل للرياضه في مداخله مع الاستاذ سماح عمار. فانا قلت ان اللجنه، يعني طبعا احنا في مناوشات مع بعض، رغم ان انا يعني فيهم حد انا بعتز بيه شخصيا ويعني سعيد ان هو موجود، لان هو راجل محترم صراحه، وكل الاشخاص لها الاحترام اكيد، لكن يعني هم كلهم ناس محترمين على دماغنا، لكن في خلاف في وجهات نظر قانونيه تعيين اللجنه ومدى اساءتها لمصر في الوقت الحالي. ده من وجهه نظرنا ومن وجهه نظر لائحه الفيفا اللي هم تعينوا عليها. فيا جماعه في مشكله كذا. يوم 15 تحديدا، انا بقول لحضرتك بالايام اهو، يوم 15 انا بعت جواب للاتحاد رسمي، سلمته رسمي: يا جماعه لو سمحت بعد اذنكم، مسابقه كاس مصر مهدده بالبطلان، ومسابقه القسم الثالث والقسم الثاني مهدده بالبطلان. اللجنه الاولمبيه طبقا للجواب المرفق اللي انا بعته لهم مرفق مع الجواب، بتقول ان في انديه مشتركه
في المسابقات اللجنه الاولمبيه بتقول ان هذه الانديه لم توفق اوضاعها طبقا لقانون الرياضه، وبالتالي يتم رفع اسمائها من الجمعيه العموميه ومن عضويه الاتحاد. ده جواب رسمي من اللجنه الاولمبيه. فيا جماعه لو سمحت، اشتراك الناس دي في مسابقه الكاس بيهدر مسابقه الكاس وبيهدر المصاريف اللي احنا بنصرفها على الفاضي. فيا اما تعدلوا وتشيلوا الناس دي ونعمل قرعه مظبوطه ونعمل نظام مظبوط، يا اما بلاش نلعب بقى وخلاص. لكن هنلعب لمجرد ان احنا هنلعب في مسابقه محكوم عليها بالبطلان مسبقا، فيبقى الكلام غلط. جالك رد يا فندم؟ جالك رد على الخطاب ده؟ جالك رد؟ جال حضرتك رد على الخطاب ده؟ لا ما جاش رد طبعا زي العاده، يعني ما حدش عايز يسمع وكله فاتح صدره. فتحه الصدر اللي احنا فيها اسفرت عن ايه؟ ان يوم 27/10 اللجنه الاولمبيه بعتت لغت الجمعيه العموميه العاديه للاتحاد اللي كان مقرر ليها يوم 30 لغتها بحجه ان في 12 نادي مش موفقين اوضاعهم مدعيين. يعني اللي احنا قلناه يوم 15 يا جماعه المسابقه بتبوظ، يا جماعه الحقوا قبل المسابقه، انقذوا المسابقه واستبعدوا الناس اللي ما هياش اعضاء. في نفس التوقيت بعدها ب 12 يوم اللجنه الاولمبيه لغت الجمعيه العموميه بالكامل عشان خاطر الانديه دي. يبقى مين اللي صح؟ فانا يوم 16 الاستاذ سماح بتسالني، قلت لها اللجنه انا ما بتمثلنيش كعضو جمعيه عموميه لانها ما جاتش عن طريق الانتخاب، وانا لائحتي بتقول ان اللي بيدير الاتحاد وقانون الرياضه في مصر بيقول ان اللي بيدير الاتحادات والانديه مجلس ادارات منتخبه، مفيش حاجه اسمها تعيين. فقلت لها ما بتمثلنيش، ما بتعبرش عني، المسابقات بايظه وفي كذا كذا كذا. فالناس بقت مشدوده وزعلانه، الناس مش عايزه حد يقول لهم يا جماعه كل ده غلط، يا جماعه في غلط. طب ايه المطلوب؟ طيب يا استاذ احمد، النهارده احنا ماشيين في طريق غلط، ايه المطلوب ان انا اعمله؟ احنا عايزين بقى نسال حضرتك في العقوبه نفسها، حضرتك استقبلت العقوبه ازاي؟ وايه الاجراء اللي انت استقبلت بيه العقوبه؟ هل اخترت بيها نادي من خلال مخاطبه؟ وحضرتك ايه الاجراءات اللي ممكن تستأنف بيها؟ والعقوبه نفسها حضرتك شايف ان هي استندت على ايه؟ او لوائح ايه اللي موجوده؟ وهل اخترت اصلا باللائحه اللي اتخذت العقوبه واستنادا ليها ولا لا؟ طيب انا هسال سؤال لحضرتك برضه. اتفضل. مفيش نادي في مصر، اولا احنا بتحكمنا لائحه النظام الاساسي. لائحه النظام الاساسي في ماده 18 قالت ان من ضمن اجهزه الاتحاد تحديدا لجان، يعني في لجان اللي هي لجنه الانضباط، لجنه الاخلاق، لجنه الاستئناف. ثلاث لجان. ماده 40 حددت لجنه الانضباط تشكيلها ازاي؟ بتتشكل ازاي؟ مهمها ايه؟ ايه حدود صلاحياتها؟ ايه العقوبات اللي هي بتتحكم فيها؟ بالظبط. ماده 41 قالت لجنه الاخلاق وضعها ايه؟ بتتشكل ازاي؟ لها تشكيل مختلف تماما. لها لائحه مختلفه، لها عقوباتها المختلفه. وتحقق ازاي؟ وان حتى ان احد افراد اللجنه اللي بيحقق مع حضرتك مش من حقه انه يحضر اتخاذ القرار، هو يحقق ويبلغ اللجنه بالقرار، وهم يعني كل حاجه مفصله في لائحه النظام الاساسي. بالظبط. مفيش اي حاجه من العقوبات بتقول ان في لجنه انضباط انضمت لجنه الاخلاق. الفيفا ذات نفسها حضرتك جت تعمل تعديل في سنه 2018، تحديدا الكلام ده كان في شهر 6/2018، بتعدل في لوائح الاخلاق وبتفصل اللجان عن بعضها وبتحط لائحة محددة للجنة الأخلاق والقيم. الفيفا لما عملت، اللي هي دولة كرة القدم، لما عملت هذا الكلام ما قدرتش تقول الكلام ده متاح للتنفيذ إلا لما عرضته في الكونجرس اللي كان في موسكو، اسمع، اللي كان ملازم يعني في نفس التوقيت بتاع كأس العالم. تمام. عرضته عشان تاخد موافقة الجمعية العمومية الخاصة بيها. تمام. فلما اعتمدته في الجمعية العمومية الخاصة بيها بدأت تنزل بيه منشور للاتحادات، وجه المنشور، منشور رقمه 1452 تحديدا من الفيفا، يعني مش حاجة عادة. وجه من الفيفا في التعميم دوت لكل الاتحادات على مستوى العالم ان كل اتحاد ملزم بان هو يبتدي وضعه على هذا الوضع، وان كل العاملين في المنظومه الرياضيه ان الاتحاد لازم يقعد يعرفهم اللوائح الجديده ايه في لائحه الاخلاق وكلام زي كده. طبعا الكلام ده ما حصلش في مصر، مش اي حاجه من دي حصلت. احنا يعني انا مش عايز اذكر اسماء دول، دوله عربيه شقيقه للاسف الشديد ان احنا الشعب المصري ناس كتير جدا بدات تتابع الدوري بتاعها من الوضع اللي ماشي عندهم. احنا استاذ احمد عايزين نروح بشكل مباشر للعقوبه، انت استقبلتها وايه الاجراءات اللي ممكن تتخذها عليها؟
يا باشا يا باشا، انت حضرتك عملت حاجتين، انت كلجنه خماسيه خدت قرار بضم لجنه الاخلاق ولجنه الانضباط، خدت قرار بضمهم لبعض. هو ده اللي احنا بنتكلم في حين ان اصلا ده يستلزم، يعني عشان حضرتك تغير في حاجه زي دي لازم تستدعي الجمعيه العموميه وتغير في لائحه النظام الاساسي. لان الفيفا ذات نفسها لما جت تغير عملت اجتماع جمعيه عموميه للدول الاعضاء فيها واجتمعوا في مسكو وخلصوا القرار. فانت النهارده عدلت من نفسك ولغيت لائحه النظام الاساسي، عملت لائحه عقوبات مبهمه. اتحداك لو في نادي في مصر عنده لائحه الانضباط اللي هم اعتمدوها. يعني انت حضرتك لو النادي الاهلي، حضرتك سالت النادي الاهلي، سالت اي نادي في مصر بالزبط. من اكبر بالزبط. نادي اللي هو النادي الاهلي، لما تتكلم ان من اكبر نادي في مصر لاصغر نادي في الجمعيه العموميه لم تعلن لائحه الانضباط، ما تعرفش ايه لائحه الانضباط اللي هو عاملها اساسا، ورغم ذلك انت عامل لائحه مخالفه لائحه النظام الاساسي لان غيرته بتغير عقوبات مخالف لائحه النظام. يعني حضرتك يا استاذ احمد شايف ان العقوبه بالظبط. انا النهارده فاجئ ان انت بتحولني بتاخد قرار بدون ما تحقق معايا اساسا في الموضوع ايه. هو ده انا اتحدى حضرتك ان هو يقدر يحقق معايا، لان انا ما قلتش حاجه عليها عقوبه، انا ما اتهمتش حضرتك اتهام غلط، انا قلت ان اللجنه غير شرعيه ما بتمثلنيش، لا زلت مصر على كلامي. تمام. قلت ان اللجنه مش عارفه حاجه عن انديه الدرجه الثانيه والثالثه، دي حقيقه. يعني انا ما وضحت وجهه النظر يا استاذ احمد، حاجه مشينه لحد وضحت وجهة النظر، وبنشكر حضرتك على وجودك معنا. وطبعا يا أحمد هي الفكرة كلها بتدور في الإطار اللي احنا اتكلمنا فيه، غياب اللوائح المنظمة وعدم عرضها وعدم الشفافية هو اللي وصلنا لكده.